بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول إعدادي، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين إيه؟ هناخد النهاردة حصة جديدة في الجبر، الترم التاني، أول درس معانا، الوحدة الأولى، نتكلم عن الضرب المتكرر في نون. تعالوا نشوف الضرب المتكرر كده يا ولاد معناه إيه. لما أقول مثلا تلاتة أس اتنين معناها تلاتة في تلاتة، يعني التلاتة تتضرب في نفسها كم مرة؟ مرتين، تسعة. طيب لو قلت ألف على ب كل أس صفر، أي عدد أس صفر كام؟ واحد. أي عدد مرفوع أس صفر بإيه؟ واحد، بشرط إن ب لا تساوي الصفر، لأن القسمة على الصفر ليس لها إيه؟ ليس لها معنى، فاهم؟ تعال نشوف كده برضه معانا الخواص تانية، سؤال زي ده. اللي يوجد قيمة تلت أس أربعة، هنا تلت أس أربعة معناها الواحد هيضرب في نفسه أربع مرات يديله واحد، والتلاتة أس أربعة، تلاتة في تلاتة في تلاتة في تلاتة، يبقى هنا واحد، والتلاتة في تلاتة بتسعة، وتسعة في تسعة بكام؟ واحد وتمانين. يبقى الناتج بتاعنا واحد وتمانين، واحد على واحد وتمانين. طب لو قلت تلاتة على خمسة تربيع، التربيع هيتوزع على البسط والمقام، يعني تبقى تلاتة أس اتنين، هي تلاتة في تلاتة بتسعة، وخمسة في خمسة بكام؟ 25. طيب قول لي هنا سالب اتنين ونص أس تلاتة، هنسيب السالب زي ما هي، أقول له اتنين في اتنين بأربعة، أربعة ونزود عليها واحد تبقى خمسة، يبقى سالب خمسة على اتنين كل أس تلاتة. هنا هنوزع الأس، يبقى هنا سالب بره خمسة أس تلاتة بمية 25، وتحت 2 أس 3 اللي هي 2 تتضرب في نفسها 3 مرات تديني 8، يبقى الناتج سالب 125 على 8. طيب نقول مثلا 4 من 100 كل أس 2، 4 من 100 كل أس 2 دي معناها 4 على 100، هنجيب العدد ده نبسطه الأول وبعدين نرفع لأس 2، يعني 4 من 100 كل أس 2 يعني تبقى 4 على إيه؟ كل أس 2 تمام؟ هنختصر، نقسم بسط ومقام على أربعة، أربعة على أربعة في الواحد، ومية على الأربعة فيها الخمسة وعشرين، فيبقى الناتج اللي عندي واحد على إيه؟ على خمسة وعشرين. نقدر بعد كده نوزع الأس على البسط والمقام، فتبقى واحد تربيع بواحد، وخمسة وعشرين تربيع تبقى 625، يبقى الناتج بتاعنا 625 والبسط واحد، يعني واحد على 625. طيب نشوف السؤال اللي بعده، هنا سالب تلاتة على خمسة كل أس تلاتة. نكمل مع بعض المسائل. هنا سالب تلاتة وتلات أخماس كل تربيع، هنا هنرفع الكسر الأول وبعد كده نوجد الناتج، يعني تسيب خمسة زي ما هي، نحط السالب، تقول تلاتة في خمسة بخمستاشر، وتلاتة خمستاشر زود عليهم تلاتة يبقوا كام؟ تمنتاشر على خمسة كل تربيع. التربيع هنا بيشيل العدد السالب يا ولاد، فتبقى الناتج تلتمية أربعة وعشرين على خمسة وعشرين. هنا برضو التربيع هيتوزع على البسط والمقام، تبقى أربعة تربيعها بستاشر، وتلاتة تربيعها بتسعة، في 3 تكعيب، 3 في 3 في 3 اللي هي 27، و2 تكعيبها ب 8. بعد كده بنختصر، نقول 16 على 8، 16 على 8 فيها 2، و8 على 8 فيها 1، 9 على 9 فيها 1، و27 على 9 فيها 3، يبقى 2 في 3 ب 6، و1 في 1 ب 1 يعني 6 على 1 فيها 6. طيب هنا بيقول لي 4 ونص، 2 ونص تربيع في 4 على 25. هنا نرفع الكسر، نقول اتنين في اتنين باربعة، واحد خمسة كل تربيع في أربعة على خمسة وعشرين بتساوي الأولاني، هنربع البسط والمقام، هنربع الخمسة تربعها بخمسة وعشرين، والاتنين تربعها باربعة في الأربعة على خمسة وعشرين. هنا نلاحظ العدد بيتضرب في مقلوبه، العدد لما يتضرب في مقلوبه هيديني كام؟ واحد، هيديني واحد، يبقى الناتج النهائي بواحد. تمام كده. طيب اللي بعدها بيقول لي هنا 2 و7 أجزاء على سالب 1 وثلثين كل تربيع، هنا نرفع الكسر الأول للمسألة دي، يعني سيب 9 زي ما هي تحت، نقول 2 في 9 ب 18، 18 نزود عليهم 7 يديني 25، على العدد الثاني التربيع بيشيل الإشارة، تبقى 3 في 1 ب 3، 3 نزود عليهم 2 يعني أقول 1 في 3 ب 3 و2 5، كل ده مرفوع لأس 2. فيدي لي الناتج 25 على 9، القسمة تبقى ضرب ونقلب الكسر التاني، ماشي؟ يعني انت عندك 25 على 9
مقسوم على العدد التاني اللي هو 25 برضو على 9 فيديك 1، أو تحول الاسم للضرب هيطلع نفس النتيجة يعني. تمام؟ شوف أسئلة تانية. بيقول لي اختصر في أبسط صورة. المسألة رقم واحد هنا بيقول لي 4 على 5 كل تربيع في 5 على 16 في 2 على 3 أس 0. احنا عارفين أي عدد أس 0 بإيه؟ 1. أي عدد مرفوع لأس 0 بكام؟ 1. فتعالوا نحلها كده مع بعض. نقول هنا كام المسألة؟ 4 على 5 تربيع في 5 على 16 في 2 على 3 أس 0. هنا هنربع البسط، 4 تربيع ب16، نربع المقام، 5 تربيع ب25 في 5 على 16 في 2 على 3 أس 0. أي عدد أس 0 بواحد، فيبقى الناتج هنا 16 على 16 فيها الواحد يختصر، 5 على 5 فيها الواحد، و25 على 5 فيها الخمسة، فيبقى الناتج 1 على 5. طيب سؤال تاني، توجد ناتج سالب 5 على 3. السؤال اللي بعده، سالب 5 على 3 كله أس 4 مضروبة في سالب 3 على 5 كله أس 3 في سالب 1 كله أس 7. هنا عشان نحل المسألة دي بنعمل إيه؟ هنا أس 4 هوزعه بس في المقام، يعني أقول 3 أس 4 اللي هي 3 تضرب 4 مرات، 3 في 3 ب 9، 3 في 9 ب 27، 3 في 27 ب 81. الأس هنا زوجي بيحول السالب لموجب، يعني سالب تبقى موجب، و5 في 5 في 5 تضرب 4 مرات يبقى 625. هنا الأس فردي يطرد الإشارة بره، تمام؟ يعني سيب الإشارة زي ما هي. 3 أس 3 يعني 3 هتضرب في نفسها 3 مرات يديك 27. 3 في 3 ب 9، و 3 في 9 ب 27. وهنا الخمسة، الخمسة تتضرب ايه في نفسها 3 مرات يديك 100 ايه؟ 125. سالب 1 أس 7، الواحد مهما يضرب هيديك 1. الأس فردي هيسيب الإشارة زي ما هي، يبقى أنت عندك الناتج بسالب 1. بعد كده بتختصر 625 على 125، تنفع تتقسم، لأن ال 125 لما تتضرب في 5 هيديك 625، و 125 على 125 فيها الواحد. كذلك ال 27 وال 81، ال 81 ينفع نقسم على 27، وال 27 على 27 فيها الواحد والإشارة سالبة أهي. 81 على 27 فيها 3، تمام؟ نرجع نضرب بقى البسط في البسط والمقام في المقام، وناخد بالنا إن في سالب 1 هنا، هتبقى 5 في سالب 1 في سالب 1 والمقام 3 في 1. هيطلع الناتج سالب في سالب بموجب، وخمسة في واحد بخمسة، والتلاتة في واحد بإيه؟ بتلاتة. يبقى الناتج بكام؟ بخمسة على تلاتة. طيب نشوف تمرين تاني. يقول لي هنا 2.5 تكعيب في 4 على 25. مثلا المسألة زي دي يا ولاد نحلها مع بعض. هنا هنرفع الكسر، احنا خدنا واحدة زيها من شوية، خدنا دي زيها، بس المرة دي أنا غيرت الاتنين خليتها تلاتة، ماشي؟ عشان نشوف اتحل ازاي. دي شكلها يعني، هنسيب اول حاجة نرفع الكسر، اقول له 2 في 2 ب4، 1 5، كله اس 3 في 4 على 25. فاهم يا ابني؟ فاهمين يا ولاد؟ هنا التكعيب نقول 2 اس 3 بايه؟ 8، 5 تكعيبها ب 125، وهنا 4 على 25. نختصر ال 4 على ال 4 دي فيها الواحد، و 8 على ال 4 فيها الاثنين، 25 على 25 فيها الواحد، و 125 على 25 فيها الخمسة، لأن الخمسة في 25 ب 125. نرجع نضرب البسط في البسط، 5 في 1 5، والمقام في المقام 2 في 1 2، 5 على 2، البسط أكبر من المقام تتحول لعدد كسري، 5 على 2 فيها 2.5. 2 بعد كده للتمرين اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي المعكوس الضربي للعدد 2 على 5 أس 0. هتحل الأول 2 على 5 أس 0 دي قيمتها بواحد، يبقى المعكوس الضربي للواحد هو واحد، يبقى الإجابة بتاعتنا إيه؟ جيم واحد، فهمت؟ طيب تعالوا نشوف مسألة كده اللي فوق دي رقم 4، بيقول لي هنا أوجد ناتج سالب رقم 4 نحلها، بيقول هنا سالب 2/3 تكعيب مضروبة في 2/3 على سالب 2/9 كل تربيع. عشان نحل المسألة ديت هنوجد ناتج كل إيه؟ كل مقدار، أو كل حد من دول هنجيب ناتج بتاعه. هنا سالب 2/3 كل أس 3، يبقى هنكعب البسط والمقام، كعب كده معايا، يعني الأس الفردي بيسيب الإشارة زي ما هي،
اتنين أس تلاتة، اتنين في اتنين بأربعة، اتنين في أربعة تمانية، تلاتة أس تلاتة، تلاتة في تلاتة بتسعة، وتلاتة في تسعة 27. هنا هنكعب الواحد واحد، وتلاتة تكعبها برضو بإيه؟ 27. ماشي، يعني تلاتة في تلاتة في تلاتة ضرب تلات مرات يديك 27. هنا التربيع بيشيل الإشارة السالبة فتبقى أربعة، وتسعة تربيعها ب81. بعد كده القسمة دي هنحولها لضرب ونقلب الكسر التاني. ماشي، يبقى سالب 8 على 27 في 1 على 27 في مقلوب التاني اللي هو 81 على ايه؟ على 4. نرجع نختصر، لاحظ ال 8 تقبل قسمة على 4، وال 4 على 4 في ال 1، و8 على 4 في ال 2. 81 تنفع تتقسم على ال 27، 27 على ال 27 في ال 1، 81 على ال 27 في ال 3. تمام؟ نرجع برضو نختصر التلاتة دي مع الايه 27 هتقبل قسمة برضو. تعال نكملها كده عشان ما نتلخبطش. هنا سالب اهيت في موجب في سالب بسالب، 2 في 1 ب2 و2 في 3 ب6، 1 في 27 في 1 ب27، طلعت سالب 6 على 27 تنفع تتقسم على ايه؟ على 3. نقسم بس المقام على 3، 6 على 3 فيها 2 و27 على 3 فيها ايه؟ فيها 9. يبقى الناتج بتاعك سالب 2 على 9. يبقى اول خطوة كعبنا البسط والمقام هنا وهنا، وبعدين القسمة عملناها ضرب وقلبنا الكسر التاني، بس ربعنا الأول وخدنا بالنا لما كان تربيع السالب بيتحول لموجب. فهمنا كده؟ طيب نشوف سؤال تاني. هنا بيقول لي سالب من أسئلة تحول بنفسك. هيا يا ولاد مسألة دي نحلها. بيقول لي سالب 3 على 9 كل تربيع في 9 على 4 كل تربيع في 81 على 16 أس 0. طيب نحلها كده مع بعض. هنا بيقول لي سالب 3 على 9 أس 2 في 9 على 4 تربيع في 81 على 16 أس 0. أي عدد أس 0 بواحد. وهنا التربيع الأول دي بس يعني بيشيل السالب، بس أنت ممكن تختصرها الأول. يعني 3 على 9 دي ممكن تبسطها تبقى تلت، أو ممكن تربع وبعدين تختصر، لأن في 9 تربيع هتروح معاها هنا. تمام، يعني أنت ممكن تبسط الأول تبقى تلت تربيعها ب9 وبعدين تصفيها، أو تربع وبعدين تبسط عادي. ماشي، أهم حاجة توجد الناتج صح. 3 تربيعها ب9، نكتب 9 هنا، 9 تربيعها ب81، والسالب اتقلبت لموجب لأن الأس إيه؟ عدد زوجي. لما يكون الأس زوجي بنحول السالب لموجب. هنا 9 تربيعها ب81 اللي هي 9 في 9 مش 9 في 2، ده 4 تربيعها ب16 في 81 على 16 أس 0 ب1. أي عدد أس 0 ب1. هنا ال 81 وال 81 هيختصروا مع بعض، يبقى 1 في 9 ب9، 1 في 16 ب16، يبقى الناتج عندي هيطلع 9 على إيه؟ على 16. تمام؟ تعالوا نشوف مسائل التعويض. بيقول لي مثلا إذا كانت س بتساوي سالب 2 على 3 وص بتساوي نص وعين بتساوي سالب 4 على 3، اوجد قيمة س تربيع ناقص ص تربيع في عين. طب دي نعملها ازاي؟ دي مسألة تعويض، يعني أنت عايز تجيب س تربيع ناقص ص تربيع في إيه؟ في عين. فهتعوض مكان الس بسالب تلتين، تشيل الس كده وتكتب سالب تلتين تربيعها. ماشي؟ بعد كده بتقوم قايل إيه؟ ناقص قيمة الص اللي عندك دي تربيع، ص اللي هي بنص. نص تربيع في العين، العين اللي هي بسالب 4 على 3. يبقى انت كده نقلت المساله بتاعتك، وبعدين هتعوض مكان كل رمز بالقيمه بتاعته. مفهوم؟ تعالوا نربع كده البسط والمقام. 2 تربيعها بايه؟ ب4، و3 تربيعها بكام؟ ب9 ناقص. هنا هنربع البسط، 1 تربيعها ب1 و2 تربيعها ب4. هنا برضو هنكتب العدد زي ما هو بس جوه قوس عشان في اشاره سالبه، سالب 4 على ايه؟ على 3. خد بالك ان في هنا طرح وفي سالب، سالب في سالب دي بموجب. ماشي، يعني تقول 4 على 9 كده زائد كام العدد ده كله؟ 1 في 4 بايه؟ ب4، و3 في 4 ب12، او ممكن تختصر، ممكن تختصر ال 4 مع ال 4. تمام، يبقى انت ضربت سالب في سالب بموجب، وضربت البسط في البسط والمقام في المقام. تمام، ممكن تعمل حل اخر تقول له 4 على 9 كده زائد، وتقوم مختصر 4 مع ال 4 في ال 1، يبقى 1 في 3 ب3، واحد في واحد بواحد. هي لان انت المساله هنا هتقوم ايه؟ بسطها اللي هي 4 على 12 دي. فيا اما تضرب بسط في بسط ومقام في مقام وبعدين تبسط، او تختصر على طول. كده صح وكده صح. طب هنا ال 9 4 على 9 هتتكتب 4 على 12 تتبسط، نقسم بسط ومقام على 4، 4 على 4 في الواحد و12 على 4 في الثلاثه، طلعت نفس الايه؟ الاختصار بتاعنا. احنا ممكن نختصر في التمرين، او ممكن نختصر بعد بقى ايه؟ ما نضرب بسط في بسط ومقام في مقام. أهم حاجة تجيب ميم ميم ألف للمقامات، المضاعف المشترك الأصغر هو مين؟ عندك التسعة والتلاتة، المضاعف المشترك الأصغر ليهم تسعة، لأن التسعة تطبق قسمة على تلاتة.
يبقى 4 على 9 زائد هنا 1 على 3 هنضرب بس المقام في 3 فتبقى 3 على ايه؟ على 9. يبقى المقام اللي عندي لازم يبقى زي بعضه، هنا 9 وهنا 3. لو الكبير يكبر قسمه على الصغير يبقى الكبير ده ميم ميم الف. خلاص فنخلي 9 زي ما هي واقول 4 زائد 3 يبقى ايه؟ ب7. يبقى الناتج ب7 على ايه؟ على 9. السؤال اللي بعده بيقول لي المعكوس الجمعي للعدد سالب 3 اس 0. اي عدد اس 0 بواحد. المعكوس الجمعي للواحد بيكون بكام؟ ها؟ بسالب 1. سالب 1 هي يا اولاد اللي هي سالب 3 اس 0، خد لك السالب بره. فدي الناتج بتاعها هيبقى بواحد والاشاره سالبه. طيب المعكوس الضربي للعدد سالب 1 اس 3، لازم تحلها. سالب 1 اس 3 قيمتها بسالب 1. المعكوس الضربي للواحد هو نفسه، والمعكوس الضربي لسالب 1 هو نفسه، يبقى المعكوس الضربي هنا ايه؟ بسالب 1 اللي هي سالب 1 اس ايه؟ اس 3. نكمل مع بعض الحل. المعكوس الجمعي للعدد سالب 2 على 5 اس 4 اس 2، لازم نحل دي الاول تبقى 4 على 25. يعني هتوجد الناتج بتاع المسألة هيديك 4 على 25، بعد كده تجيب المعكوس الجمعي ل 4 على 25 تغير الإشارة، فتبقى سالب 4 على 25 هي الإجابة ب. يبقى أنت أول حاجة بتحل المسألة بتاعتك عادي خالص، فاهم؟ يبقى أنت هنا إيه؟ عملت إيه؟ جبت الناتج بتاع المسألة طلع 4 على 25، لأن يعني التربيع بيشيل الإشارة السالب. فهمت؟ بعد كده بتجيب معكوس الجمعي تغير الإشارة اللي عندك. طب هنا بيقول لي ربع أس صفر زائد ربع، ربع أس صفر دي بواحد. يبقى الناتج واحد زائد ربع، واحد لما نجمع عليها ربع، الواحد فيه أربعة أرباع، أربعة أرباع مع ربع إديني خمسة أرباع اللي هي إيه؟ جيم، يبقى الناتج بيساوي خمسة على أربعة اللي هي جيم. طب السؤال اللي بعده ستة، بيقول لي خمسة على تلاتة كل تربيع في تلاتة على خمسة أس صفر، هنا هنوجد الناتج الأولاني، خمسة أرباع بخمسة وعشرين، يبقى 25 وتحتها 9 في تلاتة على خمسة أس صفر، أي عدد أس صفر كام؟ بواحد، فيبقى 25 على 9 في واحد بخمسة وعشرين على إيه؟ على 9 اللي هي الاجابه ب. فهمناها؟ يبقى انت اول حاجه بتجيب الناتج الاول تربع البسط وتربع المقام، وهنا اي عدد اس صفر بواحد اضربهم في بعض. السؤال اللي بعده بيقول اذا كان س بتساوي ص فان 3 على 5 اس س ناقص ص. انت عندك س بتساوي ص، يبقى لو طرحتهم من بعض هيديك صفر. فيبقى 3 على 5 اس صفر بيديك كام؟ واحد، لان الاس هنا هيبقى بصفر. طيب هنا بيقول لي ا على ب تربيع في ب تربيع على ا تربيع، حيث ال لا تساوي الصفر والب لا تساوي الصفر. احنا عندنا هنا اعداد نسبيه. طب هنا يا اولاد لما نيجي نحل ديت ا تربيعها تبقى ا تربيع، والثانيه المقام تبقى ب تربيع. نلاحظ ان المقدار الثاني معكوس ضربي للمقدار الاولاني المقلوب يعني، فلما يتضرب العدد في مقلوبه هيديك واحد. طب فين واحد في الاختيارات عندنا؟ هنلاحظ ان هي ا على ب اس صفر دي، يعني مش هتنفع ا في ب، وما ينفعش ا على ب اس 4، وما ينفعش الاخيره اللي هي ا على ب، يبقى ناخد الثانيه لان دي قيمتها بواحد. يبقى الناتج بتاعك هيطلع بواحد. تدور في الاختيارات وتشوف مين الناتج اللي هيطلع بواحد للمسألة. ماشي، نشوف السؤال اللي بعده. اذا كانت س بتساوي سالب نص وص بيساوي 3 فان س اس ص. انت هنا هتجيب الس اس ص، يعني الس عندك كانت بسالب نص وما سالب نص كده تعوض يعني اس ص اللي هي ب 3. سالب 1 اس 3 بسالب 1، لان الاس 3 ده اس ايه؟ فردي، فبيسيب الاشاره 1 اس 3 بواحد، لان الواحد مهما يتضرب في نفسه بواحد. وهنا 2 اس 3 يديك 8، يبقى الناتج بسالب 1 على 8 اللي هي رقم ايه؟ رقم باء. ها فهمنا المساله؟ طيب السؤال اللي بعده، اذا كانت ص اس 26 زائد ص اس 27 بيساوي صفر، فان ص بيساوي نقط. ها هل الص واحد ولا سالب 1 ولا 2 ولا صفر؟ خد بالك الصفر ده لازم يكون عدده معكوسه. طب مين العدد ومعكوسه اللي موجود؟ خد بالك الواحد، الواحد لو رفعته اس عدد يبقى واحد. طب انت عايز واحد وكمان معكوسه. ها خد بالك لو انت خدت السالب واحد مكان الصاد هتبقى بواحد، ولو خدتها واحد برضه هتطلع بواحد. لكن المشكله في الاس الفردي، الاس الفردي بطرد الاشاره. يبقى انت لما تاخد قيمه الصاد اللي هتجربها في الاختيارات هتنفع، هتلاقيها بايه؟ سالب واحد، لان سالب واحد اس 26 زائد سالب واحد اس 27 هنا بيديني واحد، وهنا بيديني سالب واحد هيديك صفر. يبقى لما تيجي تحل المسألة دي هتشوف مين العدد اللي هيتضاف على معكوسه الجمعي بصفر، اللي هو مين؟ الواحد والسالب واحد. فأنت لو خدت واحد هيبقى واحد زائد واحد باتنين، فأنت لما تاخد سالب واحد هيبقى سالب واحد أس 26 هيديك واحد، لأنه زوجي والزوجي بيحول السالب لموجب، وال 27 ده فردي هيسيب إيه؟ السالب زي ما هي، فتبقى واحد ناقص واحد بصفر. نكمل كده مع بعض في الصفحة اللي بعدها. هنا بيقول لي شايف التمرين 8 على 27 بيساوي 2 على 3. شايفين يا اولاد؟ هنا 2 اس كام يديك 8؟ تقول 2 اس 3، 3 اس 3 برضه ب 27.
طيب ال 64 بتساوي 4 اس كام؟ 4 اس 3، لان 4 مهما تتضرب في نفسها 3 مرات هيديك ناتج ايه؟ 64. يبقى لما يجي لك عدد زي ده بيقول لك مرفوع لاس كام، بتشوف الرقم اتغير، ال 64 دي 4 اس ايه؟ اس 3. طب هنا 27 من 1000 بتساوي 3 على 10 اس كام؟ انت لازم تعمل 27 من 1000 دي تحولها، تحول 27 من 1000 كده، 27 من 1000 اللي هي 27 على 1000 اللي هي عباره عن 3 على 10 اس 3. يبقى انت حولتها الاول لبسط المقام اهو، وبعدين قال لك 3 على 10 اس كام؟ تقول له ايه؟ 3. طب هنا 9 على 16 بتساوي 3 على 4 اس كام؟ ال 3 على 4 ها اس 2، لان 3 اس 2 ب 9 و 4 اس 2 ب 16. طيب 2 وربع بيساوي 3 على 2 اس كام؟ ال 2 وربع ده لازم نحلها، 2 وربع اهي هنرفع الكسر، اقول له 2 في 4 8 1 9، تبقى 9 على 4. ال 9 على 4 دي اللي هي 3 على 2، وكل اس كام؟ اس 2. طيب 64% اللي هي 64 على ايه؟ 100. نبسطها، نقسم بسط المقام على الاثنين، او نقسم على 4 مره واحده، ماشي؟ 64 على 4 فال 16، و100 على 4 فال 25. ال 16 على 25 اللي هي 4 على 5 كل اس كام؟ اس 2. طب هنا بيقول اذا كان س على ص بتساوي س سالب 2 على 5، فان س على ص كل تكعيب هنكعب ده، يعني التكعيب هيتوزع بسط المقام، هيسيب السالب زي ما هي، و2 اس 3 بكام؟ ب 8، و5 اس 3 بكام؟ 125، يبقى الناتج سالب 8 على 125. طيب السؤال اللي بعده، إذا كانت س بتساوي نص وص بتساوي 2 على 3، فإن س تربيع في ص تربيع، هنعوض مكان الس بنص، تبقى نص تربيع في قيمة الص اللي عندي اللي هي 2 على إيه؟ على 3 تربيع. نص تربيعها بربع، وهنا التلتين تربعها 2 تربعها بأربعة، و3 تربعها بتسعة. هنختصر، 4 هتروح مع الأربعة في الواحد، واحد في واحد بواحد، واحد في تسعة بتسعة، يبقى الناتج هنا بتسعة. السؤال اللي بعده، سالب نص تكعيب ناقص فتح قوس سالب نص تربيع، التربيع بياكل إشارة لكن التكعيب بيطردها، يبقى الأولانية هتبقى سالب زي ما هي بره كده، يقول له 2 تكعيبها ب 8 و1 تكعيبها بواحد. هنا السالب التربيع هياكلها، هيحولها لموجب، فتبقى سالب زي ما هي كده، ربع برضه. يبقى انت عندك سالب تمن ناقص ربع، هتوحد مقاماتك تخليهم 8، يعني سالب تمن زي ما هي، الربع دي تخلي مقامها 8، تضرب بسط المقام في 2، يبقى 2 في 1 ب 2، و 2 في 4 ب 8. هسيب ال 8 زي ما هي، وسالب 1 وسالب 2 بسالب ايه؟ 3. يبقى الناتج طلع بكام؟ بسالب 3 على 4. هنا بقول لي 2 اس 2 زائد 2 اس 2 بيساوي 2 اس كام؟ ها؟ ال 2 اس 2 ديت ب 4 يا استاذ، وال 2 اس 2 دي ب 4، 4 و 4 ايه؟ 8، ال 8 دي اللي هي 2 اس 3، الاثنين تتضرب في نفسها 3 مرات يديك 8. 3 على 4، 9 على 16، 27 على 64، العدد دلوقتي 3 على 4 ضربناه في ايه؟ في 3 بسط، 3 في 3 ب 9، 3 في 9 ب 27، 3 في 27 ب 81، نضرب 81 في 3، 1 في 3 ب 3، و3 في 8 ب 24. ال 4 بقت 16 ضرب في 4، 4 في 16 ب 64، هنرجع نضرب 64 في 4، ومقلين 64 في 4. هنعملها 64 اهي في 4، نضرب ال 4 في 4 ب 16، 6 ومعايا ال 1، 1 في 4 ب 6 24، 1 في 25 تبقى 256. نرجع نضرب 256 في 4 اهي، 256 في 4، ال 4 في 6 ب 24، 4 ومعايا ال 2، ال 4 في 5 ب 20، و 2 22، 2 في 4 ب 8 و 2 10، فتبقى 1024. طيب بيقول لك منها هي الاكبر، ربع اس 2 ولا سالب 5 سالب 8 على 3 اس 5؟ طبعا ده هيبقى الناتج بتاعه موجب، لان ده اس زوجي وده فرد هيطرد الاشاره، فده سالب، فدايما الموجب بيبقى اكبر من السالب، يعني الاكبر اللي هو الربع اس 2 ده الاكبر. فهمنا؟ فاهم السؤال؟ فاهمين يا ولاد؟ السؤال اللي بعده، اذا كانت س بتساوي سالب 2 على 3 وص بتساوي سالب تلت، اوجد قيمة س تربيع زائد ص تكعيب، هنعوض مكان الس بسالب تلتين والص بسالب تلت، يبقى نعوض كده مع بعض، فيبقى سالب تلتين كل تربيع زائد الص اللي هي سالب تلت كل تكعيب، هنربع تبقى 2 تربيعها بأربعة و3 تربيعها بتسعة. هنا الأس الفردي بيطرد الإشارة، يعني الموجب في سالب بسالب، فاهمين؟ هنضربها في الخطوة اللي بعدها، يبقى هنا 3 تكعيبها ب 27 و1 تكعيبها ب 1. يعني اسيب 4 على 9 اقول له موجب في سالب ايه؟ بسالب، وهنا ال 27 اهي وهنا ال 1.
هنوحد المقامات، التسعة والسبعة وعشرين، السبعة وعشرين تطبق القسم على تسعة، يبقى أنت هتخلي المقام هنا 27 زي التاني، تضرب بسط المقام في كام؟ في تلاتة، لأن تلاتة في تسعة ب27 وتلاتة في أربعة ب12 أهو. هنخلي المقام 27 يا ولاد، وقول له 12 ناقص 1 ب11، يبقى الناتج النهائي 11 على 27. السؤال اللي بعده بيقول إذا كانت أ بتساوي 2 على 3 وب بتساوي سالب 4 على 3، أوجد قيمة المعيار. المقدار اللي قدامي معيار أ تكعيب على ب تكعيب، هنعمل معيار كبير كده، هنكعب الألف أقول له 2 على 3 يعني نعوض مكان الرمز بالقيمة بتاعته، وعندك ال ب بسالب 4 على إيه؟ على 3. سيب المعيار زي ما هو كده، 2 تكعيبها ب 8 و3 تكعيبها ب 27 على الأس هنا فردي، هسيب الإشارة زي ما هي، 4 تكعيب اللي هي ب 64 و3 تكعيب اللي هي ب 27. فاهمين يا ولاد؟ يعني أنت بتوزع الأس على البسط والمقام، ما تستعجلش في الحل، أنت بتعوض مكان الألف والب بس كده بنفس النمط ونفس الشكل وتحل اللي جوه. الفكرة في إيه؟ إن المعيار ده هيطلع لك الإشارة موجبة، يعني تقول 8 على 27 في اسم بقى عملناها ضرب وبنقلب الكسر التاني مع الاحتفاظ بالإشارة، الإشارة تفضل فوق، 27 على 64 تختصر بقى 27 شيلها مع 27، المعيار هياكل الإشارة، يبقى هيتبقى 8 على 64 ترجع تقسم بسط ومقام على 8، 8 على 8 في 1 و64 على 8 في 8، بيطلع الناتج بتوب. فاهمين؟ نشوف تمرين تاني كده من الكتاب، آخر واحدة كده يا ولاد، بيقول لي أوجد قيمة المقدار أ تكعيب، بيقول لي أوجد قيمة أ تكعيب مضروبة في ب تربيع زائد ب تربيع في ج ناقص 8 أ ب ج، حيث الألف كانت بسالب نص وعند ال ب ب2 والج بتساوي 3/4. عشان نجيب قيمة المقدار ده يا ولاد هنعوض مكان كل رمز بالقيمة بتاعته. يعني قال المقدار بيساوي، ده مقدار جبري يا ولاد بيتكون من اكتر من حد، نفتكر هو كان من الدرجه كام؟ بنجمع الاسس 3 و2 هنا 5، خدناها تاني قال لي درجه المقدار الجبري، تمام. المهم احنا دلوقتي هنعوض، يبقى هنا سالب نص تكعيب مضروب في ب تربيع ب زائد عندك ب تربيع ب ب2 في قيمه الجيم اللي هي كام؟ 3 على 4 ناقص 8 في قيمة الألف اللي هي إيه؟ سالب نص. شوف أنت كل اللي بتعمله بتشيل الرمز وتكتب القيمة، ماشي؟ في الألف اهيت، وبعد كده الب، الب اللي هي ب2، بعد كده في قيمة الجيم اللي هي 3/4. هنا هنحل المسألة، 1 تكعيبها ب1 والإشارة تفضل زي ما هي، 2 تكعيبها ب8، ماشي؟ كمل معايا كده، ها 2 تربعها بكام؟ 2 في 2 بإيه؟ ب4، زائد 2 تربعها ب4 في 3/4. هنا يا ولاد سالب في سالب بموجب اهي، 8 في نص في 2 في 3/4، لاحظ السالب في سالب بموجب هنا. بعد كده بنختصر ده لوحده وده لوحده وده لوحده، هنختصر كده، يبقى هنا سالب زي ما هي، 4 على 4 في الواحد، 8 على 4 في الاثنين، فيطلع الناتج هنا ايه؟ بسالب نص، وهنا ال 4 على 4 في الواحد، يبقى 1 في 3 ب3، هنا النص هتشال مع الاثنين، يبقى 8 في 3/4، يبقى هنا 3 وهنا زائد 8 في 3/4، يبقى سالب نص زائد 3 زائد 8 على 4 في 2، 2 في 3 ب6، يبقى 6 و3 9، 9 ونشيل منها نص يبقى كام؟ 8 ونص الناتج النهائي. الناتج يا ولاد سالب نص زائد 9 اللي هي بكام؟ ب8 ونص الناتج النهائي في المسألة. نشوف كده برضو تمرين من الكتاب الصفحة اللي بعدها. هنا بيقول لي في المسألة إذا كانت س بتساوي سالب 3 على 2 وعندك الصاد بتساوي نص والعين بسالب 4 3، اوجد في ابسط صوره س تربيع في صاد تربيع في عين تربيع. تعالوا كده نعوض مع بعض. رقم واحد انا عايز اجيب س تربيع صاد تربيع عين تربيع، مع العلم ان الس كانت بسالب 3 على 2 والصاد كانت بنص والعين بسالب 4 على 3. هنعوض يا اولاد، نشيل الس ونكتب القيمه بتاعتها، تبقى سالب 3 على 2 كل تربيع في قيمة الصاد اللي هي نص كل تربيع في قيمة العين اللي هي سالب 4 على 3 كل تربيع. هنربع التربيع بيشيل إشارة، بيحولها الموجب، 3 تربيعها ب 9، 2 تربيعها ب 4، 1 تربيعها ب 1، 2 تربيعها ب 4. التربيع بيشيل إشارة بيحولها الموجب، 4 في 4 ب 16 اللي هي تربيع، و 3 في 3 ب 9، ال 9 هتروح مع 9 في ال 1، وهنا 4 في 4 ب 16 وهنا 16 هتروح مع ال 4 في ال 4، فيبقى لك الناتج إيه؟ 1، لأن 4 في 4 ب 16 وهنا 16 على 16 في ال 1. المطلوب التاني في المسألة بيقول لي أوجد س تربيع
على عين تربيع. طب نجيب س عين تربيع على عين تربيع ازاي؟ هنعوض مكان السين ومكان العين. السين عندك بسالب 3 على 2، وعندك العين بسالب 4 على ايه؟ على 3. التربيع للاولاني 3 تربيعها بايه؟ ب9، و2 تربيعها بكام؟ ب4. فاهم؟ ها اللي بعدها قول يا ابني، 4 تربيعها بكام؟ 4 في 4 16، و3 تربيعها بكام؟ 9. يبقى انت عندك 9 على 4، في لاحظ ان السالب راحت بقت موجب، لان التربيع للسالب بيحولها لموجب. هنا هنقلب الكسر التاني تبقى 9 على كام؟ على 16. هنا نضرب بسط في بسط، 81 و4 في مقام في مقام ب64، يبقى الناتج 81 على ايه؟ على 64. تمام؟ تعالوا نشوف المطلوب اللي بعده اللي هو رقم 3، بيقول لي س تربيع ناقص ص في عين تربيع. هنربع يا اولاد، نعوض مكان السين اللي عندنا اللي هي سالب 3 على 2 كل تربيع، ناقص الص اللي هي بنص في عين تربيع اللي هي سالب 4 على ايه؟ على 3 تربيع. لاحظ ان الضرب ده الاول ما تطرحش، ماشي؟ لازم الضرب ده الاول. 3 تربيعها بايه؟ 9، وهنا 4 ناقص اهي، اقول نص في التربيع بيشيل الإشارة، فيبقى 4 تربيعها ب16 و3 تربيعها ب9. يبقى أنت عندك 9 على 4 ناقص، اختصر كده، 16 على 2 فيها 8 و2 على 2 فيها 1. يبقى أنت عندك 1 في 8 ب8 و1 في 9 ب9، يبقى ناتج 9 على 4 ناقص 8 على 9. هنعمل إيه؟ هنوحد المقامات، الـ 4 والـ 9 المضاعف المشترك الأصغر ليهم اللي هو الـ 36. ماشي؟ ده 36. هنا 4 بقى 36 ضرب في 9، يبقى 9 في 9 ب 81 ناقص، وهنا 36، ال 9 بقت 36 اتضربت في 4، يبقى 4 في 8 ب 32، يبقى 36 زي ما هي، وال 81 ناقص 32 يديني 49، يبقى الناتج 49 على ايه؟ على 36. المطلوب اللي بعده رقم 4، بيقول لي اوجد س تربيع ص تربيع عين تربيع على س زائد ص. المسألة دي هنوجد البسط والمقام ونقسمهم على بعض. ماشي؟ السين عندي احنا جايبينها في الاول، س تربيع في ص تربيع في عين تربيع، كنا جبناها في الاول خالص ب81 على ايه؟ على 64 اهي. لا كنا فين؟ اهي بواحد، كنا جايبينها الاول ايه؟ بواحد. هنكتب الناتج بتاعها بايه؟ بواحد فوق. المقام س زائد ص، هنجمع س وص. الس عندي بسالب 3 على 2 والص عندي بنص. سالب 3 على 2 زائد نص هتبقى بكام؟ يعني دي سالب 1 ونص، وكمان ايه؟ وكمان نص، تبقى بسالب 1. او توحد مقاماتك لو مش فاهم، سيب 2 تحت وقول سالب 3 زائد 1 بسالب 2، سالب 2 على 2 فالسالب 1، 1 على سالب 1 هيديك سالب 1 الناتج النهائي. مفهومه؟ تمام كده؟ طيب نشوف السؤال اللي بعده، تطبيق هندسي. يقول لي اذا كان ح بتساوي لام تكعيب حيث ح حجم المكعب ولام طول الحرف، فاحسب حجم المكعب الذي طول حرف 1.5. حرف حجم المكعب بيساوي ايه؟ لم تكعيب، يعني هنكعب الواحد ونص، نكعبها ازاي؟ نرفع الكسر يعني ونعمل اس 3، 1 في 2 ب 2 1 3، يبقى 3 على 2 تكعيب، يبقى 27 على ايه؟ على 8 سنتيمتر مكعب. اذا كانت ص بتساوي نص اس س، حيث س بتنتمي للصفر والواحد واثنين وثلاثة، فإن ص تأخذ أكبر قيمة عندنا ايه؟ طبعا كل ما المقام كبر كل ما القيمة ايه؟ صغرت. فهمت؟ كل ما المقام ده كبر كل ما القيمة ايه؟ صغرت عندنا. طب تبقى أكبر قيمة امتى؟ طبعا لما يبقى واحد، لو يبقى ده واحد، لأن لو عدنا هنا س تبقى واحد هيطلع بنص، ولو عدنا باتنين هتبقى بربع، عدنا تلاتة تبقى بتمن، يبقى أكبر قيمة لما